السلامة، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى. أنظار العالم تتجه إلى مدينة ريو البرازيلية، وين الافتتاح الرسمي في ملعب ماراكانا. كالعادة تلزا الوطنية حاضرة في مثل هذه المواعيد الكبرى بتغطية مستمرة ومتواصلة على القناتين الأولى والثانية. أيضا حصة ريو 2016 باش تكون الملخص اليومي باش نتابعوا فيه مشاركة المنتخبات والعناصر الوطنية في الدورة 14 في سجل الرياضة التونسية في الأولمبياد. أيضا باش تكون مراسلات فورية ومباشرة مع زملائنا من التلفزة الوطنية باش يرصدوا لنا الأجواء أيضا الكواليس، وإن شاء الله تكون انتباعات النجاحات. ايضا مش نحكيوا ارقام قياسيه على الدوره الاولمبيه، وان شاء الله تكونوا موفقين ايضا بالتوفيق لرياضيين التونسيين. على بركه الله نبداو اولى حلقاتنا ونرحبوا بضيوفنا الكرام، هما ابطال سابقين وايضا مدربين حاليين. مرحبا بك انيس الشادلي. مرحبا عسلامة. بطل جودو، بطل متوسطي افريقي وايضا صاحب الجوالات وصوالات. مرحبا. شكرا. الملاكم الدولي والافريقي مراد الصحراوي. مرحبا. العنصر النسائي باش يكون ممثل الليله مع ابتسام تريمش لاعبه التجديف المنتخب الوطني وايضا المدربه الحاليه. مرحبا ابتسام. مرحبا بيك وشكرا على هذه الاستضافه. باش نحكيوا برشا مشاركه تونسيه، ايضا ارقام تاريخ ميدالياتنا في الاولمبياد منذ اول مشاركه 1960. نرجعوا اكثر تفاصيل لقراءه في هذه المشاركه في الدوره 31 بريو 2016 مع طارق الساحي ونضال بن حميد. ريو 2016 هو عنوان المشاركة رقم 14 في السجل الأولمبي التونسي. في الأولمبياد البرازيلي تعول تونس على 60 رياضي في 17 اختصاص، منها رياضة جماعية وحيدة وهي كرة اليد، إذا استثنينا كرة الطائرة الشاطئية اللي باش تسجل فيها تونس حضورها للمرة الأولى في تاريخها كممثل وحيد للقارة الأفريقية. التنس التونسي باش يكون ممثل وحيد للعرب والأفارقة بفضل الثنائي أنس جابر وملك الجزيرة. ثلاثة رياضات باش تكون فيها المشاركة بممثل وحيد، وهما صفاء سعيداني في تنس الطاولة، علي نويسري في الدراجات الهوائية، وألفة الشيرني في رياضة الرماية. الآمال باش تكون معلقة بدرجة كبيرة على الثنائي الذهبي حبيبة الغريبي في ألعاب القوى وسام الملولي في السباحة. مع انتظارات كبيرة للمنتخب المبارزة وبالخصوص للثنائي إيناس بوبكري وسارة بسباس، والجودو للثنائي فيصل جبلة ونهال شيخروحو، والتايكواندو بقيادة ياسين ترابلسي، رفع الأثقال مع كارم هنية، والمصارعة بقيادة مروة العامري. مع انتظار مشاركة مشرفة لمنتخبات الكانوي كاياك والأشرعة، فحظ سعيد لأبنائنا للتحليق في سماء ريو البرازيلية. في أولى القراءات نحاولوا مع ضيوفنا نقراوا فيها المشاركة هذه، 60 رياضي نزيدوا عليهم معناتها 1+1 بالنسبة للمنتخب كرة اليد في صورة ما احتياطي. أنيس، بالنسبة لكم المشاركة هذه كيفاش تقراوها؟ بالنسبة لرياضة الجيدو نجموا نحسبوها من لي سبور سيبلي دوبوي اكستون، باعتبار معناها في على مدى باش نحكي على الحصص اللي انا حضرت عليهم وكنت مواكب مع سبع مره يكون جودو تونسي حاضر في الاولمبياد. صحيح، من اتلانتا بعد سيدني اتين بيكان لندن وتوا البرازيل. دونك معناها انا معناها من اول المشاركات لتوا ما شاء الله. بالنسبه لجيدو ولادنا في عنا معنا عنا كميه محترمه وعنا ان شاء الله تتوفر ووافقنا ربي في الالعاب مع اسكندر حشيشه في اتلانتا 96 واليوم رئيس الجامعه. اما احنا نقصنا الميداليه الاولمبيه، ميداي اولمبيك نقصتنا، البوديوم اولمبيك نقص، عندنا شامبيونات دو موند مع نيس لونيفي يقعد اول عربي واول افريقي الى حد الان،
وجود تونسي ماهوش في البوديوم الاولمبيك. في انتظار حظوظنا المتواصلة سواء على مستوى العالمي وإلا سبيسيالمون للجوز الأولمبيك، كما قلت من أطلنطا من الفترة متاع سيسكندر ونيس ومكرم عياد وحسن موسى نيسة. وقتها أنا جيتي جون معهم كنت صغير حتىش لتوا، كما أنيس لونيفي ما شاء الله عمل الإكسبلوا مونديالمون إن شاء الله توا. ما نسيوش نصاف اليحيوي مرتبة رابعة على الأولمبيك. مرتبة خامسة صحيح هي في أثينا، مرتبة خامسة أثينا أتين إن شاء الله تويكا بقدرة ربي فيصل ونهال بقدرة الله هيكونوا إن شاء الله مع العالم اللي أنا قاعدين نشوفه معناها إيلون أن بون تيراج قدرة ربي. قبل ما نحكيو على التيراج نشوفوا البوكس في 12 مشاركة بالنسبة لتونس، مع أول ميدالية دخلت لتونس عن طريق المرحوم حبيب قلحية من طوكيو 64 لليوم. لا مش لليوم، ما تم فتح المساوي. اي لا لليوم نحكيوا عليه 12 مشاركه بيان سور فتح المساوي. بالنسبه للمشاركات الاولمبيه يعني في الملاكمه التونسيه هي تعتبر دوره البرازيل 2016 اضعف مشاركه بالنسبه للملاكمه. لا ما ننساوش اضعف مشاركه مع فما بالنسبه لل 68 ايضا كان لا في طوكيو زوز ملاكمين. نحكي يعني في لي تروا درني ديزيديسيون ديغنيير ديزيديسيون بالضبط هكاك. ان شاء الله يعني متفائلين خير ان شاء الله في حسن شقمتي وبلال المحمدي يعني بويسك التحضيرات وكل شيء ان شاء الله. هي القرعه وضعته حسن كونتر الملاكم المخضرم. نرجعوا بعد نحكيوا على البوكس ونحكيوا على التيراج ان شاء الله في ظل التحضيرات هذه الاخرانيه. قراءه اولى بالنسبه لكم ان شاء الله متفائلين خير يعني في كل الرياضات ان شاء الله. علاش لا حتى وكان توخرت الافكتيف يعني ولا نشوفوا ان شاء الله ميداليات اخرين يعني في دي ديسبلين اخرين وكل شيء كل بوكس كي جيدو كيما تيكواندو ان شاء الله متفائلين خير ان شاء الله مع حبيبه واسامه بالضبط اكيد. والتجديف والرياضات البحريه. بالنسبة للتجديف والرياضات البحرية كما تعرف في سنة أول مرة رشحنا 10 رياضيين وأول مرة تصير 4 في الأشرعة 3 في الكاياك و3 في التجديف. وبالنسبة وبحكم يعني هالموقع متاعنا على البحر الأبيض المتوسط وتبارك الله عنا شريط ساحلي تبرقة بنزرت مستير سوسة المهدية معناها يعني عنا مواقع بها على الشريط الساحلي هي ذي خليتنا باش نطوروا ونحسنوا في المشاركات نتاعنا باش هذا خلينا حافز باش اليوم نرشحوا 10 عندنا مترشحين في ريو 2016 وهذا الكل بفضل مجهودات صلة الاشراف وزارة الشباب والرياضة والجامعات. ما نسيناش الرياضات البحرية على علم اللي معناها الرياضات البحرية كانت معناها تأسيس نتاع الجامعة نتاع الرياضات البحرية عام 74 كانوا كل ما بعضهم في نفس الجامعة وعام 89 قاموا تقسموا 3 جامعات جامعة الغوص وجامعة الأشرعة وجامعة التجديف والكاياك مع بعضهم وفي التسعينات معناها جامعة التجديف انقسمت معناها جامعة الكاياك وجامعة التجديف التونسية للتجديف ولا كل واحد وحده. دونك بالنسبة لنا جامعة التونسية للتجديف معناها جامعة جديدة وبالنسبة لنا نحن سيتان اكسبلوار واحسن ترتيب يقعد لك انت المرتبه 19 اي في اتين مرتبه 19 معناها كنت مشاركه في الوزن الثقيل خاطر نحن كما تعرف في التجديف عندنا دو كاتيجوري عندنا وزن خفيف وعندنا وزن ثقيل. يقول لك مرتبه 19 متاخره برشا اما نحكيو اكثر على المشاركه نتاعك تحديتها اللي ما كانتش في سبيسياليتي اللي ترشحت فيها. فوالا دونك يعطيك الصحة. نحكيو أكثر سنين على بالنسبة للستير الرياضي خاصة بالنسبة للألعاب الفردية اللي يقول جوز أولمبيك ما ناخذوش برشا الكوليكتيف ناخذوش الفوت الهوند الباسكيت الفولي أكثر الانديفيدويل باش تظهر الرياضات الفردية وفما أبطال كبار اليوم عديد اللاعبين رياضيين في ثالث مشاركة لهم. أنيس اليوم فيصل جبل نهال هدى ميلاد ونهال شيخ روحو في ثالث مشاركة لهم على التوالي والجودو التونسي والجودو النسائي بثلاثة عناصر. صحيح بالنسبة لهلال العياري أول مرة تشارك
بوزكي يا جون وطلعت. واهم حاجه اللي ترشحت معناتها باغميريت مش بال تبارك الله بعد الدرنييرمون باش توصل لان اوبجيكتيف اولمبيك يلزمك تمر بيان سور بدو تروا اشيونس اللي هما شامبيون دافريك باغ اكزومبل جو ميديترانيا كان فما او بيان كل المونديال. بالنسبه لهدى ونهال وفيصل تبارك الله سون بازي تيتر افريك نتاعهم ديرنييرمون ما شاء الله جابوا دي بون ريزولتا في شامبيون دافريك الاخرانيه في القبه معاهم هلال العياري ضمنوا الترشح نتاعهم ونقعدوا نستناو هذوما لي بتي فينيسيون صغار بقدره ربي مع كوت بوس بالكدا تبارك الله سي انيس لونين في مع فيصل ومعهم الكل براتيكمون ومعهم سي اسكندر غاديكا في الريو بقدره ربي الستاف الكل مدعم ومشرجي ما شاء الله كسوا مورال عملتي مو في الدافع مش كانش الدعم كان الجودو برشا لي سبور الكومبا الكل مش نقعدوا ناخذوا كان الجودو سنة تتشجع البوكس اللوت كلهم اصحابي واخواتي توا احنا 10 راهو انا ذكريات كبيره يظهر لي 2008 في رفع الاثقال قبل معايا عبد الستار الحباسي ومواجد الحناسي وعاطف جرايه مثلا في الاتليتيزم حمدي ذويبي سفيان العبيدي احنا الجروب نتاعي انا هو جروب دي ميلان 2001 قعدنا بيان سور في علاقه طيبه ونتبعوا في بعضنا وانا بيدي تو انا خيرت التحكيم على التمرين دون مون شوا انا بيرسونيلمون خيرت باش نكون بقدره ربي او بو دو 5 ديزون باش نحب نكون ان اربيتر انترناسيونال ما خيرتش باش نكون ان غرون اونترونور. نحكيو على غياب التحكيم التونسي في جل الرياضات عندنا اربع خمسه تاع الحكام بركه حاضرين، مي نرجعوا لياسين طرابلسي، ياسين طرابلسي هذوما من العناصر الواعده من الشباب المخضرم معناتها بين الطموح والشباب في هذه الدوره الاولمبيه ومشاركه تونس، شوفوا ياسين طرابلسي مع مشروع سيتروين وأهمية الدعم المادي بالنسبة للرياضات الفردية مع سونس التويري ولسعد بن مسعود في ألمانيا مع ياسين طرابلسي. شامبيون سيتروين معاكم نعيشوا الحلم. سيتروين نو ريان دو ريان نو ريان ني لا بيان. ياسين طرابلسي لاعب منتخب الوطني التونسي للتايكواندو، حصلت على عدة ميداليات أهمهم معناها الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2013، حصلت على بطولة أفريقيا 2016، حصلت على بطولة الألعاب الأفريقية ميدالية ذهبية 2015، وتحصلت على عدة دورات مفتوحة ميداليات ذهبية مختلفة منها اليو اس أوبن حصلت على الميدالية الفضية. مع بي اس في فريدريكسهافن تحصلت على الميداليه الذهبيه في بطوله اوروبا للانديه للنوادي، معناها كنت انا اول تونسي وعربي افريقي متحصل على الميداليه الذهبيه في بطوله الانديه. مشروع ابطال سيتروين هو اللي حل البيبان معناها كما نقولوا السبور انديفيديوال في تونس من التايكوندو والجيدو، عاوني برشا خلاني مرتاح اكثر في لي زونترينمون في لي زونجاجمون تاعي معناها في لي فواياج وفي لي كومبيتيسيون. يعني مشروع هذايا يخليك انك تخدم على دي فالور اللي هما الاوبتيميزم لو ريسبي لو تشالنج. برشا عباد ولات تعرف ياسين مع سيتروين حتى كي يشوفوني لي زادفيرسير نتاعي ولا حتى اصحابي كي نسافروا في لي كومبيتيسيون يعيطوا لي ميسيو سيتروين. نحب نشكر سيتروين تونيزي، نحب نشكر لو بي دي جي مسيو باسم لوكيل معني على الدعم. التحضيرات لهنا معناها نيفو قوي كيما شفتونا معناها في لونترينمون كيفاش نترينيو معناها 3 فوا بار جور. لونترينمون تاعنا معناها انتونس وفما دي مومون طيحوا فيهم الريتم بحكم العام هذا معناها فيه برشا دي كومبيتيسيون، دونك خلتنا لونترينمون ينقص شويه معناها نركزوا اكثر في لي كومبيتيسيون خاطر هما فيهم لي بوان مهمين برشا الريو في القرعه. ولا لوبجيكتيف هو الاول والاخر معناها نتاع الكلوب نتاع الفيدراسيون نتاعي انا معناها بيرسونيلمون اللي هو ميداي في ريو.
الميداية ذي مش باش تكون لينا بركة، باش تكون لتونس، باش تكون باش نطلعوا درابو تونس، باش نشرفوا تونس، باش نعرفوا بتونس. شامبيون سيتروين، معاكم نعيشوا الحلم. شامبيون سيتروين، معاكم نعيشوا الحلم. سيتروين مع عديد العناصر باش نعيشوا الحلم في تونس، وان شاء الله نعيشوا حلم كبير مع رياضيين، رياضيين المصارعين الكبار. وانيس الشاد اللي نحكيوا على اليوم، نحكيوا على ياسين طرابلسي في اطار الشراكه بين الطرز التونسي ومؤسسه تروين. كنا تابعنا عديد العناصر، نهال شيخ روح وفيصل جاب الله، حبيبه الغريبي، ايضا ياسين طرابلسي وانيس البوبكري. اهميه الدعم المادي اليوم بالنسبه للرياضات الفرديه، ونذكروا اللي في 2020 باش نلقاو رياضه جديده بالنسبه لتونس، الكاراتيه، وهذا يدعم حظوظنا اكثر. بالنسبه للكوتي ماتريال راهي بكل صدق معناها تعاون برشا لاتليت بارابور لسون اوبجيكتيف. بالنسبه لل ان شاء الله كسوسوا لي زوم دافير او بيان لي غران سوسيتي في تونس، ان شاء الله يتوعاو بالنقطه هذه بقدره ربي، كما سي بسام لوكي المشكور. فهمت معناها قدره ربي. كما حكينا انيس شادي المراد صحابي، نعدي لك الكلمه، نحكيوا اهميه الرياضات هذه اللي ترفع راي تونس في عديد المحافل الدوليه في الاولمبيك. اليوم الملاكمه حاضره وتيراج سور يخدم اليوم حسين شكتمي بليل محمدي، خاصه حسين شكتمي باش يلعب ضد منافس لعبت انت ضده في 2009 كان انتصر عليك. اكيد اتصل عليا بسكارا 2009 وقت تعرضت انا لاصابه يعني، وما كنتش نلعب الدور النهائي، لكن تحملت المسؤوليه وخذيت على عاتقي ولعبت الكومبا نتاعي. خسرت يعني ديفيرونس صغيره مش حاجه كبيره كل شيء. من بعدها هو شو وين ومراد صحراوي وين بون كل حاجه. نذكروا كانت في العاب المتوسطيه بسكارا 2009 تحصلت انت على الفضيه، والايطالي روسي تحصل على الذهبيه، ولوم عمره 34 سنه. 34 قادر باش يتجاوزوا حسين ولا؟ والله ما ثم حاجه، ما ثم حتى حاجه صعيبه يعني في الملاكمه، ما فيهاش احكام مسابقه كل شيء يعني. حسين شقمت يعني شفته في التحضيرات نتاعو يعني تبارك الله عليه، يعني حاضر بدنيا ونفسانيا ان شاء الله للتظاهره هذه وكل شيء، بحكم هو موتيفي يعني تحصل على ميداليه ذهبيه في الالعاب العسكريه درنيرمو ان شاء الله. يعني بالقلايب اللي عنده وبالتحضيرات وكل شيء يعني وتشجيع يعني الاطار الفني. وين نجم يلقى؟ حكيت البارحه مع فتحي مساوي حسين شنو هو، قلت له راه كان لعبت معاه هذا نجم، كيفاش تكون كيفاش تبوكسيه حسين يلزم يلعب اون ديمي ديستانس، يلزم يبلوكي الضربه نتاع البوكسور هذا ويحاول يقرب له لو ماكسيموم باش يوصل له لي بوان وكل شيء، خاطر الملاكم هذا يعني يتحرك برشا على ساقيه وكل شيء يعني ديما يدور ما يركحش فوق الرينج. يلزم حسين يعرف كيفاش يقص عليك. المدرب الفتحي المساوي تحيه، يقول لي اللي الملاكم هذا لي جوج ما عادش يحبوه برشا، يكسر يسر اللعب ما يخليكش تلعب. اكيد ما عندوش ستيل دو جو، ما عندوش ستيل دو جو يعني كي تشوفه فوق الرينج يعني ما تقولش هذا بوكسور، فهمت يعني يتحرك ياسر ومش قاعد يلعب، مش بوكسي يعني ماركي ويهرب، وهذيك هي يعني سيستم دو جو نتاعو هو، فهمت. حسين يلزمه بالتكنيك اللي عنده كل شيء يعني يفرض لعبه على البوكسور هذايا، ويلزم يوصل له ليكو ومام طون يبلوكي الضربه نتاعو، وان شاء الله ربي يجيبه في الصواب يعني في ظل التحضيرات اللي عملهم والسبارينج اللي قام بهم وكل شيء، كيف وكيف بلال محمدي. نحكيو على بلال محمدي متفائل خير فيهم الاثنين ان شاء الله، وان شاء الله ينورونا. وحسين يعني الملاكم هذايا صحيح يعني مرتين يعمل اولمبياد، تحصل يعني في الفضيه الاولى في 2008 بيكان تحصل على الميداليه الفضيه، وكيف كيف يعني في لندن 2012 تحصل على الفضيه، مع العلم انه متحصل زاد على زوز ميداليه ذهبيه في ميلانو 2006 وفي الماتا 2013. وبالنسبه لبلال محمدي باش يلعب ضد منافس كان ترشح ضده في الالعاب البطوله الترشيحيه الاخيره. وبلال محمدي توا ما يلزمش يحضر للسانتالا، يلزم يحضر للارجنتين من بعد. لا ما كل نحطوا ساقينا على القاعه يعني في كل مقابله عندنا مع الرينج ربحوا، دونك نورمالمون نتجاوزوها هذا. عارفين ما يلزمش البوكسور يعني يحقر المنافس نتاعو كل شيء، نلعب كل مقابله ومقابلتها ونطلع واحده واحده ان شاء الله لانكار دو فينال، وعلاش لا ان شاء الله نكونوا في دومي فينال حاضرين يعني كيف حسين كيما بلال ان شاء الله. فرق كبير بين كي تسمع سبور دو كومبا هكا تقول لنا وين في البحر ولا فينا؟ سي ديفيرون سبور دو كومبا سي توت افي ديفيرون، لافيرون سي ان سبور دو كرونو كيما نقولوا. انتم مره حاكل في البحر؟
ليه ولا لا با دو تو اندورانس اندورانس فوالا معناها سي ان سبور معناها مش ساهل يلزم برشا ريغور برشا ديسيبلين برشا اسبوار فهمت دونك سي با فاسيل سي با دوني لافيرون غدو محمد الطيب يدخل غدو ان شاء الله نبداو اول نهار في لي كاليفيكاسيون تاعنا تصفيات عندنا محمد الطيب ان شاء الله باش يهبط معاه من واحد من كور في السيري نتاعو من كرواتيا كازاخستان مصر والنرويج ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله الحظ معاه وان شاء الله يقدم لنا مردود طيب. وبالنسبه للدوبل اللي هو اول مره نشاركوا دوبل زوجي بنات وزن خفيف اللي فيه خديجه الكريمي ونور الطيب ان شاء الله زاد عندهم تصفيات نتاعهم من نهار الاحد معاهم ايرلندا البرازيل افريك دو سود وكوبا نورمالمون زوز لولانين يمشيو للدومي فينال واللي يفضلوا معناها في لي سيري نتاعهم واللي يقعدوا يمشيو للغوبيشاج ان شاء الله الحظ معاهم وان شاء الله يقدموا لنا مردود طيب كما نعرفوا نحن ناقصين برشا دعم ما عندناش معناها كيما لي زوتر سبور دي سبونسورين خاطر مكلفه برشا بالنسبه للقوارب قواربنا ياسر غاليه الماتريال نتاعنا ياسر غالي دونك عندنا برشا نقص في الامكانيات الماديه وقله التجزيع وبالرغم من ذلك معناها قاعدين في الجامعه التونسيه نتاعنا قاعده تقوم بمجهودات كبيره المبذوله في هذا النطاق ان شاء الله ربي معاهم اليوم نور الهدي طيب وبالنسبه للمحمد طيب يدربوا البرا اليوم كي ترجع نور الهدي وفما خديجه فما تجانس فما التكامل بين بعضهم البنات اي هو بالنسبه لمحمد طيب وخديجه ونور الهدي اخوات مشاو يقراو في المانيا دونك قاعدين يترينيو في المانيا بالنسبه لخديجه قاعده ترينا في تونس بيان سور انا كي نبداو عندنا زوجي يلزم باش تكون اكثر متناسقين في الجدفه نتاعهم وتكون القارب يمشي خير بيان سور يلزم ديما مكثر على طول العام يترينيو مع بعضهم لكن حاولنا الجامعه التونسيه نتاعنا حاولت الماكسيموم بوسيبل سيف كامل العديد من التربوسات وقاموا بكؤوس عالم وحاولوا الماكسيموم بوسيبل باش يترينيو مع بعضهم ويحاولوا يطمقوا الجدفه نتاعهم ويقدموا لنا مردود طيب. ابتسام كنت شاركت في الالعاب الاولمبيه، الالعاب الاولمبيه وبطوله عالم سيري شنو الفرق بينها فما الاسبري اخرى الابطال الكبار الحدث كبير عالمي باش تلقى معناتها شنو الاحساس بيان سور راهي بطوله عالم والعاب اولمبيه سنا غينا فوار معناها العاب اولمبيه معناها حلم كل اتليت باش يمشي يشارك في الالعاب الاولمبيه العاب اولمبيه ومش سهل الواحد باش يترشح الالعاب الاولمبيه بعد برشا خدمه برشا تعب برشا وديجا لازم نفهموا حاجه خاطر نقول لك ترشحت للالعاب الاولمبيه نشوفوني انيس ونرجع لك اكسبلوا الجيز في حدد انا كي تترشح للنهائيات النهائيات بالنسبه للجوز اولمبيك عندها شارم سبيسيال بارابور المونديال والباقي بالنسبه للبوديوم واللي معناها لي شامبيون الموجودين كيما عندنا توا فيصل مع تيدي رينير ومع قلنا انت تيدي حكي لنا هو على روسي وانت حكينا على تيدي كيفاش توا في 2012 فيصل مالوغوزمون في القرعه جات الدور الاول تيدي ويو بناعه من تيدي في الاول الدور بالنسبه لفيصل عندي تيراج وسور نتاعو مع الهونغاريان ومع بون الثلاثه لي دو تروا كومبا الاولى بقدره ربي 70% 80% يربحهم باذن الله اون اتوندون ساشون كو تيدي والجابوني في القرعه معناها في الواحد في الصفر معناتها شويه حظ وشويه تركيز بالنسبه لفيصل في الصباح العشيه يخلط البوديوم يخلط قدرة ربي يحصل البرونز ومن بعد بشوي نطمعوا اكثر قدرة ربي احنا الجامعه مشكوره جزيل الشكر هي والفيدراسيون بالنسبه للبريباراسيون ديرنييرمون كانوا بين البرازيل وكانوا بين اسبانيا بعد عملوا عدد الدورات صحيح كوريا
ومع العلم اللي فيصل الميداليه نتاعو البرونزيه اون 2013 عملها في البرازيل. وقت بونور صار البرازيل قدرت مالا. قدرة ربي ليه والنهال هذوما زوج بقدرة ربي عاطين فيهم الشانس بالكدا. نهال عندها ما شاء الله قرعه طياره ياسر. قرعه باهيه. هدى ميلاد ان شاء الله ربي يوفقها مع العلم اللي هدى تعبت برشا ودارنيرمون لا يلونك ديكساسيون في فوالا. هالا كيما قلت لك بارك الله مازالت ديماري معناها في مستقبلها ومازال مشوار قدامها. بالنسبة للأوبجيكتيف نهال وفيصل بقدرة ربي كما قلت لك إن شاء الله فيصل يهبط فهمني بعزيمة قوية وأنيس لونيف يدزوا بالكدا بقدرة ربي. أنيس حاضر مكرم عياد سي مكرم زادة سي مكرم قدم له تحية تحية سبيسيال لمكرم عياد اللي فريمون ديرنييرمون تعب برشا مع نهال وماك تعرف اونترنير ناسيونال وراه برشا عنده ديزوبجيكتيف وعنده الفامي وكذا وخدمه وساكريفيس توتال. نرجع من بعد نحكيو على اهميه يلعب وبعد يمشي يدرب معناتها يلعب اولمبيك وبعد يمشي يدرب في الاولمبيك اهم حاجه. اما نرجع قال لي ربيع البحوري باش لانسي ليليمون بالنسبه للمشاركه التونسيه للمنتخب التونسي لكره اليد في رابع مشاركه في الاولمبياد بعد ميونخ 72 بيكان 2008 ولندن 2012 وريو 2016. يشارك منتخبنا الوطني لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه في الألعاب الأولمبية بعد 1972 المركز 16 ثم 2000 المركز العاشر إلى لندن 2012 وإحراز المركز الثامن. أبناء المدرب حافظ الزويبي موجودين في المجموعة الأولى اللي تضم كل من المنتخب الفرنسي صاحب الزوز ألقاب الأخيرة بكين 2008 ولندن 2012 إلى جانب 5 بطولات عالم آخرها دورة الدوحة 2015 بعد نهائي مع المنتخب القطري. في المواجهات المباشرة تقابل منتخبنا الوطني 6 مرات مع نظيره الفرنسي انهزم في 5 مقابلات وأحرز تعادل في مباراة. المنتخب القطري موجود كذلك في المجموعة الأولى ويعتبر منافس بالطراز الرفيع خاصة أنه يضم 9 لاعبين إسبان من بين 15 لاعب وأحرز في بطولة العالم الأخيرة الميدالية الفضية. المنافس الثالث هو المنتخب الدنماركي صاحب 3 فضيات في بطولة العالم وصاحب المركز الرابع في الألعاب الأولمبية. المنتخب الكرواتي صاحب 2 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية 96 و2004 مش يكون كذلك في المجموعة الأولى ويعتبر من المراهنين على اللقب. وأخيرا منتخب الأرجنتيني اللي يعتبر رغم النتائج المتوسطة في البطولات العالمية وخاصة الأولمبية قام بتشبيب الفريق في السنوات الأخيرة حقق نتائج طيبة في البطولة الأمريكية. جديد منتخبنا التونسي هو المدرب العائد حافظ الزويبي اللي وصل قيادة الفريق بعد النجاح في الدورة الترشيحية. الجديد كذلك هو عودة عصام تاج بعد الاعتزال من المنتخب الوطني. عصام تاج هو أول تونسي شارك في 3 ألعاب أولمبية بكين 2008 لندن 2012 والبرازيل 2016. انسحاب عبد الحق بن صالح مصباح الصالحي من المنتخب في اخر تربص قبل التحول للبرازيل جعل الاطار الفني يستدعي خالد الحاج يوسف مكان عبد الحق بن صالح ومحمد علي بحر مكان مصباح الصالحي. المنتخب التونسي هو ثالث منتخب عربي في الاولمبياد بعد قطر صاحب المركز الثاني في بطوله العالم ومصر بطل افريقيا. حظ سعيد لعناصرنا الوطنيه واللي باش تقابل المنتخب الفرنسي العملاق في اولى مباريات الاولمبياد. هذا برنامج مقابلات منتخب تونسي لكرة اليد في تقابل أول مباراة يوم الأحد تصلي الغد الجين بعد الدنمارك قطر وباقي المباريات. والقراءة كانت بالنسبة لمشاركة المنتخب التونسي في رابع مشاركة دي في الأولمبياد من إمضاء زميلتنا لميا الذوادي بتكون معكم في الموعد نقل مباشر في عديد المباريات مع الزملاء حمادي مع الزميل أيضا حمادي شمام. مراد نحكيو على اليوم على البوكس ثاني نحكيو 12 مشاركة بالنسبة للأولمبياد واليوم في أقل حصيلة زوز ملاكمين فقط بعد دورة طوكيو 1964 وفي سنة 2012 في لندن كانوا 5 مشاركين كانوا 5 ملاكمين مع زوز فتيات و3 ملاكمين. اليوم مين هم البنات وعلاش زوز بركة؟ بون في ظل اللي عاشته الملاكمة التونسية يعني في الخمس سنوات الأخيرة وكل شيء
من مشاكل داخلية وصراعات في المكاتب الجامعية، وكل مرة يعني تلقى مكتب جامعي يتحل وكل شيء. الملاكمة يعني عاشت الأمرين في اللحظة ذيك. ما كانش يعني فما له بالمنتخبات، يعني لا تربصات خارجية، لا مشاركة في دول المشاركات الدولية وكل شيء يعني. وفي ظل القوانين الجديدة اللي صدرت عند الاتحاد الدولي وبدخول المنظومة WSB ولا PB يعني في منظومة الاحتراف الجديدة هذه في الملاكمة، يعني هربوا بنا خلينا نقولوا يعني كالملاكمة عالمية وإفريقية. ثم دول يعني اللي هربت بنا كنا يعني متفوقين عليهم إفريقيا سابقا، يعني كما نقول يعني من عام 2000 و أبارتير من 2004 2006 حتى في لي جوز اولمبيك يعني كنا ترشحنا سي بوكسور يعني بيكان 2008 2012، يعني خمسه ملاكمين ترشحوا كل شيء. هذا يعني اللي رجع بالسلب على الملاكمه التونسيه يعني في الخمس سنوات الاخيره وكل شيء. ولقينا يعني الحمد لله يعني سنين احنا اليوم الحمد لله عندنا زوز ملاكمين. يعطيك الصحه، الحمد لله اللي ترشحونا زوز ملاكمين يعني في ظل اللي عاشته الملاكمه في السنوات الفاتت. مش نحكيوا برشا على الملاكمه، اما نشوفوا شويه تقنيات سنة شنو التغير فيه بالنسبه لدوره 2016 واحنا ماشيين للاحتراف، واللي تونس باش تعمل ملاكمه محترفه ونلوجوا في 2020 نشاركوا بالملاكمين المحترفين ايضا. القوانين الجديده يعني الملاكمه ما عادش فما الكاسك، ما عادش فما الكاسك، توا الضرب كله في الراس ولا يعني. انا كنت تخيلها الكاسك معناتها تحمي، هي طلعت هذيك تضر معناتها باللجنه الطبيه الدوليه الاولمبيه تقول لك الكاسك تضر. هما قالوا الضر مي على اللي شفناه يعني ملي صدر القانون القوانين هذيا كل شيء، يعني تشوف الوجوه كيفاش ولات نتاع الملاكمين وكل شيء، يعني تقول دو بريفيرونس ترجع الكاسك خير. افا والله هذه عاد دراسه كبيره ولجان طبيه باش يقول لك يمكن تنحي الكاسك. يعني ماشي للاحتراف تكون يعني الكاسك تحمي يعني الوجه، يعني تصير ضرب المرافق ساعات يعني ما تلقى الكاسك اللي تحمي لك وجهك، فهمت؟ ويقول لك يعني عديد الملاكمين خسرناهم وخرجوا خاطر بالاصابات، اما الاصابه انت اصابه بالكاسك ولا باش كاسك دونك ماشي سيسيور. يعني هذيك قدره ربي، يعني كي ربي كاتب لك حاجه باش تصير لك تصير لك، يعني بالكاسك ولا من غير كاسك عارفين. مي توا في اكبر التظاهرات العالميه وكل شيء، يعني حتى في لي جوز اولمبيك تلقى شامبيون دو موند يعني من التور الاول يخرج لك من التور الاول، فهمت؟ بحكم الاصابه يعني تضرب في وجهه يعني تتحلوا الاركاد ولا يتضرب المرفق يعني يغدو في اللجنه الطبيه حتى ينتصر في النهار هذاك، يعني يغدو ما تلقاهش، فهمت؟ انت اليوم مدرب المنتخب الوطني الاواسط، وانت عندك 2018 الالعاب الاولمبيه للشباب وعندك طوكيو 2020، عندنا توا بيبينيير باهيه شنو حدوا 2018 2020؟ ان شاء الله عندنا وليداتي اللي بشروا بالخير ان شاء الله، نشوفوا فيهم يعني مستقبل الملاكمه التونسيه ان شاء الله. شنو هي الحاجه اللي نطلبها من سلطه الاشراف؟ هي قاعه الملاكمه بالمنزه بحي شباب المنزه وكل شيء، يعني صدقني يعني في حاله لا يرثى لها. في الشتاء تصور انت يعني سقف يقطر عليك، يعني تلقى الصاله يعني ماهيش امور اللي جبت ترينا فيها، فهمت؟ حتى الرينج يعني اللي هي يعني جيم اللايبات تتعطل الجامعه يعني كمابا مشيت، يعني اللوح مشى بالماء، فهمت؟ تصدقني كل كاسكيس يعني الصاله تترينا فيها ما تلقاش وين تترينا. هي المعضله بالنسبه للرياضات الكل في سيتي جان كيف كيف، بالنسبه للجيمبات، بالنسبه حتى قاعه تقويه العضلات، بالنسبه للسبور نوتيك، زاد حتى في التي جي ام معناتها ما يلقاوش وين يتدربوا، يلقاو حتى تقويه قاعه تقويه العضلات ماهوش موجوده. دونك يلزمنا في بعد الاولمبياد هذيا ناخذوا العبار والدروس. نعملوا يلزم سلطه الاشراف بعد الالعاب الاولمبيه هذيا تحضيرا للسنوات المقبله. باش نخدموا احنا ايفيكتيفمون احنا في تونس نتذكروا العام الاخر قبل شهرين هذوما فوالا نوليو نحكيو على الاولمبيك ونوليو نحضروا. وانت مدرب منتخب المنتخب الوطني للصغريات صغريات برك هذاك. بالنسبه زاده كما قلت لك نحن معناها ناقصين برشا دعم، ناقصين برشا ستاجات تربصات. القوارب راهو احنا كي نمشيو نجمو نكريو القوارب، ما نهزوش القوارب نتاعنا. وعلى فكره معناها القوارب معناها دوبوي اكس تون من قبل ما فماش معناها حاجه كبيره تبدلت في القوارب، فهمت؟ معناها كي نجي نشوف انا قبل كيفاش كان القارب وتوا فما معناها القارب تبدل، ما معناها كي انا نبدل القارب مش نقول لونتروتيان هو يمكن ناقص، معناتها حتى احنا فما قوارب من 2001 حتى قبل فما قوارب من 2001 نقعدوا نجموا نقعدوا نجدفوا بهم، معناها مش القارب هو اللي يخليني باش يحسنني في المردود نتاعي ولا يلزم يكون جديد باش انا نعمل بيرفورمانس بيا، سي با هو بيدو. انتم السبورتيف في حد ذاته نشوفوا الكام تاع يوسف العكروت ولا محمد علي مرابط ولا بالنسبه لنور الخديجه اللي يعملوا على رواحهم حتى على لونتروتيان هو يهبط القارب
الشهر بيوسف راك يهبط ويرجعوا يتلهي بيه، دونك هذاك يتعب يخلي الاتليت مش مركز. لا ما يخليش الاتليت، العكس هذاك القارب حاجه منك اون ديغي معناها كرهبتك، حاجه نتاعك ملكك لازمك تستحفظ عليها لو ماكسيموم بوسيبل. دايوغ انت كي تحط الباتو يتضرب لك تقولش عليك حاجه منك تمست، فهمت؟ خاطر مش رخيص الباتو نتاعنا، معناها القوارب نتاعنا مش رخاص، اون بلوس مش ساهل باش نجيبو كونتيتي كبيره نتاع قوارب، هذاك اللي ناقصنا فهمت. ديجا حتى معناها ليكيب ناسيونال نتاعنا ناقصه برشا قوارب، طاقه اتليتي كيب ناسيونال مش كل واحد يبدا عنده قارب نتاعو، ندوروا القوارب على الناس الكل فهمت. مع انه عندنا المجرى البحيره مجرى دولي وصارت فيه البطوله الترشيحيه الاولمبياد، معناتها بالنسبه لنا عندنا الانفراستركتور موجوده باكثر دعم خاصه القوارب. نلقاو ان شاء الله نلقاو نتائج ايجابيه، علاش ليه ما نلقاوش في سبور نوتيك زاده؟ ان شاء الله في انتظار احنا نلقاو نتائج ايجابيه بالنسبه للرياضات البحريه. نرجعوا شويه للتاريخ، بعد 13 مشاركه لتونس في الاولمبياد كنا تحصلنا على 10 ميداليات عن طريق 5 رياضيين فقط، دونك شويه 10 ميداليات في 13 مشاركه بالنسبه لتونس، واليوم 60 رياضي نبحثوا على ميدالية جديدة مع سامي بوعزيز نضال بن حميدة يحكي لنا على 10 ميداليات. على مر الأزمان تونس كانت حاضرة في الألعاب الأولمبية، مشاركة تونسية خللتها أرقام وأسماء تبقى خالدة في الأذهان. 13 هو عدد المشاركات من روما 1960 إلى لندن 2012. 10 هو عدد التتويجات اللي سجلت حضور تونسي على منصات التتويج الأولمبية. ألعاب القوى تحمل رقم 1 في ترتيب الاختصاصات اللي جلبت لتونس التتويجات، 4 ألقاب اجتهد من أجلها البطل الأسطورة محمد القمودي. طوكيو 1964 أول ميدالية تونسية حازها القمودي في السباق 10,000 متر وكانت فضية. المكسيك 68 أول ميدالية ذهبية أولمبية تونسية حصدها محمد القمودي في سباق 5,000 متر، ثم أضاف لها برونزية في سباق 10,000 متر. ميونيخ 72 من جديد يتألق محمد القمودي ويهدي تونس الميدالية الفضية لسباق 10,000 متر. حبيبة الغريبي أول فتاة تونسية تحقق ميدالية أولمبية ذهبية، الحدث تاريخي. التفوق كان في لندن 2012 وتسلم الميدالية تم بتونس 2016. العالم شاهد أنه ميدالية حبيبة الغريبي كانت ميدالية النظافة والتنفس الشريف. أربعين سنة بقات فيها تونس تنتظر ميلاد بطل أولمبي جديد. ثلاثة ميداليات للبطل أسامة الملولي في الألعاب الأولمبية فضل عزمه وتميزه وحقق حلم انتظرته تونس طيلة 4 عقود من الزمن. بكين 2008 أول سباح عربي وإفريقي يعتلي منصة التتويج الأولمبية. في الصين حقق أسامة الملولي ذهبية 1500 متر سباحة حرة. لندن 2012 تتويج مضاعف للبطل أسامة الملولي ذهبية 10,000 متر سباحة في المياه الحرة وبرونزية 1500 متر سباحة حرة. زوز ملاكمين حقوا أيضا التميز في الأولمبياد. لحبيب قلحية اظفر بالميدالية البرونزية لوزن فوق الخفيف في أولمبياد طوكيو 1964. فتحي المساوي كرر أيضا الإنجاز في وزن الخفيف في أولمبياد أتلانتا 96. فهل ترتفع الحصيلة التونسية في أولمبياد ريو 2016 من الميداليات؟
حظ سعيد لكافة الرياضيين. صور جميلة ومؤثرة والعلم التونسي رافرض لي موسيون كبيرة للاغوزيو. نصدق قاعد اللحم يلين القشعر. فما حاسين ديك في البلاتو شفناك. والله متأثرت برشا. أنا 2008 أنا جيت لو بور دو ترابو تونيزيان في بيكان وكل ليماج وراك توت ستاف الكل نتاع تونس الكل من وزير من تونس وراكم تونس ورانا معناها نحكي ك معناها تو حرقتنا الكونديكتور خاطر احنا عندنا اليمون باش نحكي على البورت درابو في التراديسيون واهم الاسامي اللي كانت في التاريخ البلدان الاخرى بو بعد نعاودوا نحكيوا عليه رستم ولا نعديوه توا حامل العلم زيد شوية نحكي شوية وبعد نعديو الليليمون حابين نرجع شوية بورت درابو قبل أهمية التراديسيون هذه بالنسبة للولا الاتليت اللي هز العالم وراها اون بوبولاسيون وراها ناسيون كاملة أولا لازمو نورمالمون يكون لو بلو تيتري في كوسوا في طول الديسبلين أو بيان في الديسبلين نتاعو هو ثانيا عندها دي كاركتيريستيك سبيسيو مثلا يلزمو يكون مثلا بوغوس وانت عندك ما شاء الله هكا ميلا صحراوي هو خذا 2008 مشيت انت توا لا غالب ما هو نمشيو على كبارنا مالا اسمع يوم كبير برشا هذاك توا بالنسبه لست فواسي هز اسامه زاد اسامه الميريت حبيبه زاد نورمالمون كرم اختاروا حبيبه خاطر لا ما فما عدد تحذيرات والكونسونتراسيون مش كيما حبيبه تلعب لو 13 كيما اسامه عنصر نسائي سي بلو هكا مازال عنصر نسائي على ذكر حبيبه نستناو منها نتائج طيبه ان شاء الله في ريو 2016 على ذكر كانت في ميتينغ في لندن عملت ميداي دور ان شاء الله ربي يوفقها وان شاء الله تقدم لنا نتائج اللي نرجع لنا الذهب ان شاء الله لو 15 زود تجيب لنا ذهب ان شاء الله حبيبه وباقي العناصر ان شاء الله تشرف المراه التونسيه زيد بيان سور بيان سور رياضيه تونسيه والمراه التونسيه مراد ورا نيشادي في بيكان ياخي شامان لوجوا على الجودو التونسي ما لقيناهوش في بيكان لوجوا عليه باش نلقاو في 2016 ان شاء الله قدرة ربي باش نلقاو والملاكمه التونسيه ما فماش بورت درابو بعد زوز ميداليات برونزيه مي اليوم فتحي الميساي هو مدرب المنتخب الوطني وان شاء الله يقود الاولاد فوق الرينج نحو التتويج ان شاء الله يعني فتحي الميساوي وجيراني سيف النصر زوز ضمن الاطار الفني لصنف الاكابر وكل شيء ان شاء الله يكونوا يعني وراء الاولاد ومحيطين مع بهم وان شاء الله يعني يعطيهم النصائح الكامله وكل شيء باش يشرفونا في الالعاب الاولمبيه هذه ان شاء الله. بالنسبه اليوم فتحي الميساوي كما قلنا كان شارك في اولمبياد واليوم المدرب اهميه التواصل تكون بون اتليت نجم تكون اونترونور باهي اكيد يعني مش متوصل اليوم انيس الشاد اللي اختار باش يكون حكم انت اختار باش تكون مدرب كيف ابتسام مدرب الاكسبيرونس تخليك وين تتواجه انت احسن اكيد يعني بالاكسبيرونس اللي عندك وكل شيء لازمك تعطيها للاولاد والجينيراسيون اللي من بعدك وكل شيء ان شاء الله يعني بخبره نتاع خبرتك الاكسبيرونس ثم دي بتي توش ما يجمش يكون يعني انسان يعني خاطي الدومين باش يعطيهم للبوكسور وكل شيء ثم لمسات يعني يحس بهم الاتليت باش يعطيهم غدوه كي يصبح هو اونترونور وكل شيء يعطيهم للاتليت نتاعو فهمت فما يعني شحنه معنويه يعطيها الاونترونور اللي هو عاش المومون اولمبيك وكل شيء باش يعطيها للوليدات الصغار ان شاء الله في الريو نشوفوا الشحنه كبيره ان شاء الله ونشوفوا بمعنويات مرتفعه بالنسبه للرياضيين ايضا بالنسبه للمدربين نمشيو لمدينه ريو نشوفها كيفاش حضرت اهم استعداداتها في ظل عديد التشاكيات حول تنظيم البرازيل مؤخرا لهذه الاولمبياد مع فراس بن سعد ولطفي المهاجر أكتوبر 2009 تم الإعلان عن احتضان مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للألعاب الأولمبية الصيفية 2016 باش تكون ثاني مدينة في تاريخ أمريكا اللاتينية اللي تحظى بشرف تنظيم الحدث الأولمبي بعد مكسيكو عام 1968 النسخة 31 من الأولمبياد باش تدور على مدى 17 يوم من 5 ل 21 أوت دورة سبقتها استعدادات تنظيمية ولوجستية كبيرة حيث تم بناء وترميم العديد من المنشآت الرياضية ومن اهم الملاعب اللي باش تستضيف الالعاب الاولمبيه نلقاو ماراكانا اللي باش يحتضن حفلي الافتتاح والاختتام ونهائي كره القدم نلقاو ايضا المركز المائي الوطني ماريا لينك وين باش تدور منافسات كره الماء
وملعب جواو هافتيلانج ومسرح منافسات ألعاب القوى وأيضا شواطئ كوبا كابانا المخصصة لماراثون السباحة. بالإضافة للملاعب هذه تم إنشاء قرية أولمبية بتكلفة وصلت 850 دولار أمريكي. القرية اللي تم تدشينها في 23 جوان 2016 تتكون من 31 مبنى وتتسع ل 17 ألف رياضي ومسؤول. وتحرص اللجنة المنظمة على توفير كل سبل الراحة للرياضيين من خلال توفير 13 ألف موظف في القرية، إضافة إلى إنشاء قاعة رياضية مساحتها 1800 متر مربع تكون مفتوحة 24 ساعة على ذمة الرياضيين. ألعاب ريو دي جانيرو ما توقفش عن دورها الرياضي لأنها باش تلعب دور هام في خدمة السياحة والاقتصاد في البرازيل. واستعدادا لاستقبال الجماهير والزوار، قامت الحكومة البرازيلية بإنشاء أكثر من 70 فندق وأيضا توفير وسائل النقل من أجل تسهيل عملية التنقل لأماكن إقامة المنافسات. أولمبياد تعتبر أهم حدث رياضي في العالم، لذلك تكون طلبات حقوق البث التلفزي بأعداد كبيرة. وفي هذا الغرض باش تكون الألعاب الأولمبية منقولة في 24 دولة عبر أنحاء العالم. ريو دي جانيرو جاهزة تنظيميا لاستضافة الحدث الأولمبي ليفسح المجال للرياضيين للتنافس على الميداليات وتحكيم الأرقام القياسية. في الكواليس كان يحكي مراد صحراوي يعني استشهد لي على الاخطاء الفنيه نجم تصير واحد يصبح راقد فما خطا فني ان شاء الله ما نلقاوش اخطاء فنيه سنه في 2016 وتمشي امورنا على العال ولادنا الكل يهبطوا الكومبيتيشن في اوج العطاء نتاعهم هكا ولا ان شاء الله يا ربي يسهل ربي يسترنا ربي يحفظنا انا وليدات صغار على فكره حبيتنا حبيت اي نسميهم كيما نقولوا كيما قلنا لي غرون كاليبر كيما فيصل نهال هدى اليوم على خاطر انتم لي تخوا ديسيبلين اما باش نحكيوا عليهم باش نحكيوا تسمي تحب نسميوه العبار اي العبار عندنا كريم بن هنيه تبارك تبارك الله عليه عندنا بيان سور طرابلسي ياسين تبارك الله عليه في المصارعه عندي انا زاد رضوان رضوان الشابي فوالا انا دي نو مروه العامري في ثالث مشاركه ليها زيدا زيدا كيف كيف في السكريم نحكيوا على لي سوغ بسبيس ايضا ايوب وفارس الفرجاني زيدا ايناس بوبكري كثير من اسامي اسامه الملولي ايضا بالنسبه للناتاسيون عديد الرياضات زيدا نحكيوا على البيتش فولي ما ننساوش البيتش فولي في اول مشاركه ليه على المستوى الافريقي بعد 96 يدخل المنتخب التونسي غمار المسابقات الاولمبيه بالبيتش فولي بالنسبه لنا ابتسام اليوم فما نجوم كبار في الريو شو كيفاش كيريتوا نجوم قبال شو احساسك تصوروا معاه ولا لا والا تحب تقلب بيان سور كي تشوف سورتو في الديسبلين نتاعك تشوف نجم هكا كبير وتعرفه عامل متالق وعامل برشا معناها عامل دي ريزولتا على شي الاولمبيك على شي المونديال دونك تبدا تبع فيه حتى فيش ياكل كيفاش يعمل كيفاش يتصرف كيفاش يعمل ليشوفمون نتاعو كيفاش يغسل باتو كيفاش ينظفو شنو هي الحاجات الميزه اللي عنده هو يتميز بها باش وصل للنيفو هذاك دونك بيان سور كي تشوف هكا ليدر قدامك هكا تحاول ديما تتبع فيه تشوف واش يعمل واش ما يعملش كيفاش وصل للنيفو هذاك فراس بسعد في التقرير حول تقديم مدينه ريو قال 800 تكلفه 850 دولار يا فراس راي 850 مليون دينار على غالب دولار مش دينار دونك هذه التكلفة العامة بالنسبة لمدينة ريو كنا نحكيو عن النجوم ونحاولوا نشوفوا في النجوم العالمية في ريو شكون اللي موجودين عديد الأسماء باش يكون مايكل فيلبس أسامة الملولي تأكيد يوزن بولت سيرينا ويليامز عديد الأسماء نشوفوها أكثر في التقرير التالي مع صالح الهداوي عشان يوم من التنافس من الأرقام القياسية أكثر من نجم سيؤثث أقوى التظاهرات الرياضية الألعاب الأولمبية البداية مع النجم الجيدو الفرنسي تيدي رينال بطل العالم 8 مرات وبطل أوروبا في 5 مناسبات تيدي رينال يمني نفس النسج على منوال أولمبياد لندن 2012 بالفوز بثاني ميدالية ذهبية البرازيلي نيمار أحد نجوم الكرة العالمية والفائز بأكثر من لقب تاريخي مع نادي برشلونة نيمار يحمل أمال منتخب السامبا
للفوز بأول ميدالية أولمبية ونسيان خيبة أولمبياد لندن 2012. إلى ألعاب القوى، أسرع أداء في التاريخ الجامايكي أوسين بول سيضرب موعد جديد مع التألق والنجاح في أولمبياد ريو 2016. أوسين بول قصة إبداع تجاوزت المعقول، 6 ميداليات أولمبية، 11 مرة بطل العالم، إضافة إلى تسجيله بأكثر من رقم قياسي عالمي، دون نسيان تتويجه بجائزة أفضل أداء في العالم في 5 مناسبات. ضمن أولمبياد ريو 2016، كل أنظار العالم ستتجه بلا شك إلى الأسطورة مايكل فيلبس. مايكل فيلبس هو صاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات الأولمبية، 22 ميدالية، منها 18 ذهبية. فيلبس ضمن مسيرته يتحصل على 8 ميداليات ذهبية في دورة واحدة، دورة بكين 2008. في كرة السلة، النجم الأمريكي كارميلو أنتوني يسجل مشاركته الرابعة في تاريخ الألعاب الأولمبية، أيضا يسعى للحراز على 3 ميدالية ذهبية بعد أولمبياد 2008 و2012. سيرينا ويليامز أحد أبرز المرشحين لينيل أغلى الميداليات في أولمبياد ريو 2016 والرقم الصعب في رياضة التنس. ويليامز تملك 4 ميداليات ذهبية بين الزوج والفردي ضمن تاريخ الألعاب الأولمبية. Your chest, you could beat the world, you could beat the war, you could talk to God, go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks, you could be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you can find yourself. أسامي كبيرة باش تكون حاضرة في ريو ونجوم عالميين إن شاء الله يكونوا معاهم توانسة إيجالا إيجال. اليوم كي تتفرج في الصور هذية تقولي ليتني قعدت لعبت، أنت كملت بكري زادة كيف كيف أنيس شادي؟ إي أنا كملت قولوا 30 عام 30 سنة. إي ما هو البوا معناتها البوالوغ الحق الوزن مفتوح معناتها ما كنتش عندك إمكانية تكمل؟ فما نقولوا احنا فما سرتان نيفو في السبور، راه قد ما تلعب في اللو نيفو تلعب 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 يجيك نهار نهار اللي انت مع تي بي بلو افونسي وما عادش نجم تلعب. احنا ما احنا وانا بوندوني في صافي 22 29 25 زاد كيف علاش معناتها النيفو يكمل بكري؟ احنا في بالنا في 2008 كي حملناك المسؤوليه نتاع تهز العالم وتكون انت قايد الرحله الكبيره اللي كانت في بيكان، دونك باكبر وفد كان مشارك في تونس ب 83 رياضي في لندن في بيكان، كنا نحكي في لندن 2012 كان 83، مي في لندن كنت انت في بيكان كنا نتوقعوا ميداليات وكنا نتوقعوك باش تكمل 2012، وعلاش ليه كنت نجم تكون في 2016؟ هو لي بوالوغ في العالم راهو كلهم يقعدوا تحت يقعدوا فوق ال 30 33 35، مي بالنسبه لي انا جاتني مع ظروف قاسيه ودخلت ثوره وفي البريود هذيك قعدت في السونتر الجيريان وقتها وحبيت نبدل حياتي، حبيت جاتني فتره اللي انا بكل صدق معناها ساتوري من السبور ما عادش جو بو بلو افونسي كيما قلت لك، قررت باش نجم ديميسيون. صحيح قلبي وجعني وصارت برشا خاطر سيت ان شونجمون توتال راه ما يحس بيه كان اللي يعيشه. لا تليت في حد ذاته انا فما نهار والله العظيم اختي ثريا فما نهار قاعد انا مشيت لدار اسكندر في دارهم. نحكي على اسكندر حجي جنان. خويا وصاحبي خلينا ماهوش رئيس، قلت له يا اسكندر راني راهو هكا وهكا وهكا، قال لي خويا فهمت معناها هو حس بيا وفهمني. وهو هنا نحكي على اسكندر اما كي نهال حابة تتبطل شد صحيح اسكندر ورجعها والحمد لله اني هذا اليوم موجوده في سيتي ان بون شوا خاطر انا ورايا ديريكت فيصل راهو
انا في فيصل الله يرحم والديه عاوني من 2005 ل 2010 انا كي زيت دوبلور سبارينغ بارتنر قعدت معاه ديجا تخدم معاه زيتها في تورنوا دو باري اون 2005 وقعدت لو سول اللي توا عندك المتوج لو افريكان يا الجزائر دوره عرب واي فوالا في الفترة هذيك عاوني برشا فيصل هذاك علاش أنا نحب له الخير وعاونته ونعاون فيه بقدرة إن شاء الله يكمل فيصل وأنت كما كنت حامل العلم بالنسبة ل 2008 تدير أنا اليوم باش يكون حامل العلم بعد قليل في ملعب ماراكانا وتدير أنا باش هو زاد أيضا باش يقدم ملف في فرنسا في 2024 تحت ظن باريس زاد ألعاب الأولمبية نرجع شويه ذكريات ونرجعوا مع التراديسيون تاع حامل العلم مع نضال بن حميده وايضا مراد عمر. على مر السنوات عديد النجوم تولت مهمه رفع رايه بلدانها او ما يسمى بليبور درابو، نجوم كانوا قاده لوفود بلدانهم يتم اختيارهم لهذه المسؤوليه اخذا بعين الاعتبار عمل الخبره ورفعه الاخلاق والتالق في مجال اختصاصهم. عديد الرياضيين التوانسة خذوا أيضا على عاتقهم هذه المسؤولية ويبقى أبرزهم على سبيل الذكر للحصر نور الدين حفيظ نجم كرة الطائرة السابق في دورة أثينا 2004 أنيس الشادي في رياضة الجودو في نسخ 2008 بي بكين وقاد المنتخب التونسي السابق لكرة اليد هيكل مجنة في نسخة 2012 بلندن نجوم أخرى باش تحصل هذا الشرف مع بداية دورة ريو 2016 بالبرازيل ويبقى أهمهم السباح الأمريكي مايكل فيلبس ونجم كرة التنس الإسباني رافائيل نادال والسباح التونسي أسامة الملولي فرشت في روحك قلت محليني 2008 سيتي ان غران جور بجولية قال لك ربيع نقص شويه رجعنا في الوزن شويه خاطر تو باش ترينينا الاولاد وشوالي اربيتر دونك يلزمك تنقص شويه قدره ربي لا اوبن هو راه ما يصيرش نقعد مازن مفتوح نغمى اما نذكر كما قلنا هيكل مجنب 2012 انيس شادي 2008 نور الدين حفايد 2004 عمران العياري 2000 اسكندر حشيشه 96 بون اسامي اخرى 88 لصوفيان بالطايف فتح البكوش 84 واسامي اخرى كانت رفعت علم التونسي وديما متالقه من 1960 مع اول مشاركه بالنسبه لتونس في هذه اولمبياد مراد حبيت ترجع شويه على انيس قبل ما نكملوا الحصه على كيفاش السبورتيف يعني يكمل يعني قصة بكري كل شيء بون يعني ثم حاجات اللي تخليك يعني تبعد كريمو على سبور ثم مسؤولين اللي صراحة يعني ما يسحقوش يكونوا في الرياضة اللي يعني يحطموك يعني حتى تكون انت اونيفو كل شيء يعني وتطمح الماخير يعني ولا فقط حلت يعني في الملاك من بعد ما قصينا الجينيراسيون تاعي انا اللي كان فيها وليد شريف محمد حمراني رشيد مرداسي يعني اسامي كبار في الملاك ما كيما نقولوا يعني هذوما كل قصوا كملت انا يعني بعد الالعاب البحر الابيض المتوسط يعني اللي صارت في بيسكارا 2009 كنت يعني مؤهل باش نكون يعني مشارك في البطوله العالميه يعني 2007 في ميلانو لكن بالرغم من اني انتصرت في الالعاب البحر الابيض المتوسط يعني بيسكارا على صاحب البرونزيه في البطوله العالميه الاخيره كل شيء في نسختها يعني كنت فافوري باش نكون يعني مشارك ولما لا يعني في البوديوم يعني هذه تو باش تعوضوا لنا تو مورا باش تعوضوا لنا مع اولادنا مع اللي جون ان شاء الله اكيد يعني ان شاء الله 2018 2020 حبوا جينيراسيون جديده الحاجه الباهيه اللي نشوفها تو في السبور انه اصحاب يعني الميدان هو تلقاه يعني مسير باهي مسير يعني كيما نشوف الجيدو كيما نشوف الجيدو
نفرح. اسكندر عشيش يعني سلوني في انيس الشيخ اليوم يعني كيف كيف يوسف بدره كيف كيف يعني ضمن الاطار الفني كل شيء مكرم عياد يعني نطمح ان في لعبتي اللي نغير عليها كل شيء باش نشوف يعني رياضيين سابقين هما يحتلوا مثلا يا اخو يعني فرص لك في مكتب جامعي يعني كعضو ولا رئيس جامعه كل شيء باش تمشي الرياضه خاطر ما يحس بك كان ود الدومين ود الود احنا باش نتعصبوا عليك شويه اخر وقت ان شاء الله ترجعوا بحذانا مازالت الحصه اليوم متواصله حتى 21 اوت قبل ما جوست نحب نعديو الاول المنافسات بالنسبه لمسابقه كره القدم اللي انطلقت البارح قراءه في الجوله الاولى مع ربيع البوغاني ونرجع. ممثل كرة القدم العربية والإفريقية المنتخب الجزائري ينهزم في أول مواجهة ضد الهندوراس في نهائيات الألعاب الأولمبية في الجولة الافتتاحية من المجموعة الرابعة 3-2. الممثل الثاني للكرة العربية منتخب العراق يتعادل سلبا أمام الدنمارك ضمن المجموعة الأولى. وضمن نفس المجموعة أيضا وعلى نفس النتيجة أجبر منتخب جنوب أفريقيا منتخب البرازيل على اقتسام النقاط. المنتخب المكسيكي صاحب التتويج الأولمبي الأخير يتعادل مع المنتخب الألماني 2-2. قمة لقاءات هذه الجولة الافتتاحية حقق من خلالها منتخب البرتغال فوزا مهما أمام الأرجنتين 2-0 بفضل ثنائية باسينسا والوتبيت. ابتسام قبل ما نعديو مود فان نمشيو لبرنامج الغد اهم المواعيد رياضيين شكون مش يلعب غدوه دونك بالنسبه فما انس بالنسبه فما مالك الجزيري فما صافي السعيداني ايضا بالنسبه زيد لمحمد الطيب شنو اخر شكون اخر داخل غدوه باش يلعب؟ لا غدوه محمد الطيب مش احمد المثلوثي ايضا مالك الجزيري برا مواعيد كبيره دونك بالنسبه للتنس التونسي في الاولمبياد مع مالك وانس جابر محمد الطيب ايضا صفي السعيداني في التنس دو تابل غدوه باش نشوفوا اهم النتائج واهم مش يميز مشاركه المنتخبات التونسيه في اليوم تسمى اليوم الاول بالنسبه للالعاب الاولمبيه مدفع قبل ما ترجعنا بعد تقييمه ما ننساوش المدفع نتمنى لل الفريق التونسي يقدم لنا اللي نستناو فيه وان شاء الله يجيبونا ميداليات ويشرفونا ويهزوا الرايه التونسيه. يعطيك الصحه انيس 30 سكوند ميم با الحمد لله التحضيرات اللازمه قاموا بها لاولادنا وبناتنا ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ذاك التراج هذا وذاك الامبيونس بوزيتيف ان شاء الله معاهم فما كل خير. نبداو بهلا عياري لو 7 اوت نهار الاحد ونبداو مع حسين شاكتني يوم الاثنين 8 اوت. ان شاء الله ربي يوفقهم جميعا يعني الرياضيين التوانسه بصفه عامه ان شاء الله الراو زاد كيف كيف سبونسورينج يعني في الجامعه التونسيه للملاك مليان والميزانيه مرصوده يعني من سلطه الاشراف غير كافيه يعني لاداره المنتخبات ككل. شكرا لكم ضيوفنا الكرام يعطيكم الصحه للحضور ميرسي توت ليكيب تقدم مع الوطنيه الاولى مع اجواء حفل الافتتاح مع القدير رضا العودي من ملعب ماراكانا على خير. شكرا.